اليوم رح نختار لونين نقضي فيهم 24 ساعة، يعني أنا وليا رح نقضي 24 ساعة باللون ال... ليا، اختاري لنا لون لفريقنا. بحس إنه طارق رح يقضوا 24 ساعة باللون ال... غمض عيونك ونقي لون. هذا. ورح يكون في تحديات كثير اليوم بين فريق البنات وبين فريق الشباب، لنشوف مين رح يفوز اليوم؟ بس قبل ما تكملوا الفيديو قلوا لي بالتعليقات مين بتشجعوا اكثر؟ انا وليا ولا طارق وحسون؟ وإذا كمان حابين نقضي يوم كامل بلون ثاني، اكتبوا لنا تحت بالتعليقات ووصلوا هذا الفيديو ل 20,000 لايك. يارا أنا قبلت التحدي اليوم وجاهز كثير وكثير متحمس كمان. وأنا كمان كثير 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 متحمسة لأن المرة الماضية نحن تقريبا اللي فزنا. لا بس هالمرة فريقنا أنا وحسون هو اللي حيربح. مين اللي؟ لأنه كثير متحمسين. ولا وليا كمان كثير متحمسة. متحمسة؟ جاهزة ليا؟ هيييي بس قديش فرحانة كثير ليا اللي يعني نحن حنفوز. لا نحن اللي حنفوز صدقيني. لك ليش؟ ليش؟ تعي لهون. لأنه يارا اللون الأخضر سهل كثير نلاقي فيه أكل، سهل نعمل فيه غرفة سرية باللون الأخضر، كل شيء يعني اليوم نحن موضوعنا كثير بسيط وكثير سهل. أو في أكل كثير على فكرة باللون الأحمر شي. لا 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 نحن اليوم حنربح. يا جماعة انزلوا تحت التعليقات واكتبوا مين بتشجعوا، فريقنا ولا فريق يارا؟ أكيد 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 فريقنا. نحن أكيد فريق البنات. فريقنا. واو يا ليا شو هالفستان الحلو هاد، ورجيني الفستان بابا. يي ليا ورجينا الفستان، ورجينا دوري 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 هيك دوري دوري. شكرا. اعطيني بالون. ايه شكرا. هاي باللون الاحمر كمان، هاي بالون اعملي هيك. وي وي ياي شو حلو ليا. واو الفستان شو حلو. يعني الفستان تبع ليا اليوم يعني الف على مية. بعرف كثير 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 حبيته اكثر شيء هدول البيبيونات اللي هون طالعين كثير كثير حلوين. لا كثير حلو يعني هي بتعطيكم نص نقطة زيادة عن فريقنا بس يعني لا لسه ما معناته انكم رح تربحوا. لا لسه انا جايبة مكياجات وبدنا كمان انا اتمكياج، ما حنتمكياج لانه هن المكياجات للكبار، فحاتمكياج انا كمان باللون الاحمر. انتم ما فيكم تتمكياجوا؟ لا هي ما لها علاقة، هي ما لها علاقة. لا لها علاقة، كل شغلة نحن بنقدر نعملها انتم ما بتقدروا تعملوها هي كمان نقطة. بس ثاني ما في انتم ليه قدام بعض لنشوفكم انتم هيك فريقكم. شو حلو شو واو يا سلام فريقكم. لا والله يا والله اللبس تبع فريقكم كثير حلو بس في مفاجاه. ابيض واحمر. اي بس في مفاجاه انا وحسون عاملينها انتم ما حتتوقعوها. امسكي الكاميرا شوي لنادي لان العضو الثاني تبع فريقي يا حسون. تا 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 عصري فجاه مفاجاه. المفاجاه يا جماعه اني انا وحسون لابسين اليوم نفس الكنزه بالضبط، يعني نحن فريق يعني. ارجيني ارجيني. شايفه شلون انا وحسون فريق واحد بنفس الكنزات، يعني حسون مين حيربح اليوم؟ نحن. حسون شو هذا عم على وشها؟ هي جغلاية من المدرسة اللي احنا سويناها، في شيء اسمه السمر تايم جغلاية يوم. واو يا سلام. بس ما لها علاقة بالفيديو لأنه لا هذا يعني هي ما لها علاقة، في شغلة ثانية حتجي كثير قوية اليوم. ولاحظتوا إنه حسون اليوم قاصص شعراته. واو حسون عامل لوك جديد. اكتبوا له نعيما لحسون. واو ليه شايفاه أخذ الكاميرا؟ بابا أنت حتاخذي الكاميرا أنت تصوري اليوم؟ شو كان راح الكاميرا تصوري أنت اليوم؟ تمبوسه تمبوسه كاميرا سوري تمبوسه بوسه يا والله هي حتاخد الكاميرا تمبوسه بوسه. شو انت صورينا انت صورينا اليوم تعملين انت فيديو لحالك تعملين انت اليوم فيديو لحالك ليا ها؟ حتى ليلى من عندك لعندي. يلا بوسي بوسي اعطيهم بوسه اعطيهم. يا سلام. واو على الحب. واو على الحب. هلا صار الوقت انه نحن نتمكياج. ليلى تعي 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 نتمكياج. ميك اب تاي تاي لك وين راحه؟ راحه هي دغري لفوق طالعه. تاي مكياج 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 ليا تتمكيجي. ايه يلا يلا ايه نحط حمراء نحط حمراء ليا تحط حمراء. ياي اظن محبين هاري بوتر حيعرفوا شو هي الغنية. هلا هاي الفقرة هي فقرة المكياج اللي نحن حنربح فيها. بس البوكس اللي طلبته هاي المرة كثير كثير حلو بجنن. اكتبوا لي بالتعليقات اذا انتم من محبين هاري بوتر لانه انا كثير كثير بعشق. تعبي هون ليا؟ يا 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 جاهزين؟ واو
هذا مكياج ولا تبع حزازير؟ والله هيك انا اول شيء حسيته والله عن جد بس شفت مكتوب بعمرك شفت هذا الساحر فبتقوم تشوف حالك بالمرايه. والله فكره حلوه. حلوه انا حبيتها. حلوه الايام. يلا واحد اثنين افتح ايدك بس. واو في رساله كمان. الرساله ما شفتها فيها ما حنقراها هلا. هاي شوف اول شيء هذا البوكس طلبته انا من شي جلام. شوف ما احلى. هلا فيها كل هدول اللي انا حستكشفهم معكم. استني 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 كانه هي بده يشوفه. واو تعال شوف شو طلع لنا. واحد اثنين ثلاثه. الازرق. لا ما بدنا ازرق. احمر. هي احمر على اساس انه هيك مفاجاه يعني. هلا طلع لنا اياها. استني شو. واو استني ما شفنا شيء. واو حبيبي ما ان الفيديو اليوم هو اللون الاحمر فحناخذ اللون الاحمر. واو شو صغار شو كيوت. واو تتمكش ليه؟ يا بس هذا مكياج تبع كبار. ليه ما في تمكش فيه؟ ليه تمكش مكياج تبع صغار؟ ايه لا ما بنتمكش بس انا. هلا هاي بدنا نتمكش فيها هلا. واو شو هاي كمان؟ ليه عم تعمل انبوكسين معي؟ واو والله شو حلوة. شو هاد؟ حمراء. حمراء؟ انا ما اكتشفت محمر. وات؟ هذا مشان فعلا الواحد يطلع ساحر، يعني هو هذا البوكس كلاته مشان اللي بحبه هذا الستايل. وليه انا عن جد اخضر ها مع لمع. لا هاي ما هي. شو هي ليا كمان تعمل انبوكسينج؟ كمان هي ليا، افتحي لنا اياها ليا، شوف هي هي. افتحيها. لسه بس حتشقى لا ما بدي استنى. يلا اعطيها هي تفتحها بالاخير. خي. شو استني ما شفنا شيء. شو واو شوف هاي اللي بيعملوا فيها السحر هيك اللي عرفت بحطوا فيها المكونات وها نفس الفكره. جاهزه اللي بعدها؟ واحد عايزه فيه كمان. انا فكرته خلاص والله. والله بس تيجي حتعرف تقول واو واو. هذا كتاب؟ شو هذا كتاب؟ يا عن جد شايف؟ والله شكله شكله كتاب؟ بس هو مو كتاب. شو ها؟ والله ما بعرف بس شكله مثل هدول تبع السحر وهيك بحس هي العقاقير تبع السحر عرفت؟ بس والله كثير حلوه العلبه. كثير حلو مثل الكتاب. هلا هي زهر. هلا منيحه احمر مو زهر. طيب ماشي. ماشي شو هو هذا اول شيء؟ ثاني لك حمراء. شو هذا؟ حمراء؟ ايه كمان في انت كمان بدك؟ حلوه ليا؟ حلوه كمان بدها. حلوه عليك. شوف هيك كمان فيها مثل عصاية السحر هاي. واو والله حديد. لا انا كثير عجبتني كثير كثير عجبتني. حلوه والله. يا كثير حلوه. اوكي هلا حاتمكش باللون الاحمر. حتظل لون احمر. It's getting dangerous. I don't wanna fight the feeling inside. 'Cause your words are so contagious. I don't wanna be distracted. No, I'm having a reaction. Oh, I give in to you, give in to your state of mind. You don't wanna be distracted. No, you're having a reaction. Oh, I can feel that you, I can feel you're burning up. 'Cause now we lose it all. We let go. It's something in the way you move that makes me do. هلا لهلا نحن اللي ربحانين. اللون الاحمر هو اللي ربحان طبعا. ما في هي قصه المكياج غش. كل مره بتغشوا علينا بنفس الطريقه. لا مو ليش يعني مشان هيك نحن هلا طلعنا بدنا ننطلق نجيب الاغراض كلياتها تبع الغرفه السريه تبع الاكل تبع اليوم. كل الاغراض اللي بنقضي فيها يومنا كلياته باللون الاخضر وباللون الاحمر. لهيك هلا هون رح نربح نحن. اكتبوا لنا بالتعليقات. لا انت اكتبوا لنا بالتعليقات وصوتوا لنا نحن ولا هنن احمر ولا اخضر. نحن لا نحن وصحيح اكيد لاحظتوا شو صار تغيير بالقناه. غيرنا صوره القناه وصار واخيرا ضفنا عليها ليا واخيرا لا
ميلي. لك ليا صار عمرها سنتين. ليا. ايه ليا. ليا صار عمرها سنتين ولهلا ما حطيناها بالصوره تبع القناه. وانا شفت كثير كومنتات اجتنا انه لهلا ما بكون تغيروا صوره القناه ما بتكون تغيروها. هي واخيرا غيرناها والزلمه اللي رسم لنا الصوره هي مرسومه رسم بالايد. هي مرسومه رسم يا جماعه، يعني هي مو على برنامج معموله، هي مرسومه رسم محولين نحن لاشخاص كرتونيين. ايه يعني شاف كل صوره لكل حدا منا وقلنا له انه بدنا اياهم نكون هيك كلياتنا مع بعض، ومثلا لون الاواعي كذا، الشعر هيك. وبتتلون تلوين كمان على الايد، يعني شغله كثير احترافيه. هلا حنحط لكم اللينك تبع الرسام تحت بصندوق الوصف، واكتبوا لنا كمان شو رايكم بالصوره تبعنا الجديده، هيك احلى ولا صورتنا هيك لحالنا طبيعيه احلى؟ اكتبوا لنا انتم كيوت كمان، كمان تغيير شكل. ايه تغيير شكل. اكتبوا لنا انتم رايكم تحت بالتعليقات. صحيح كمان انا صار عندي سناب شات وصرت حط يومياتنا، وكل يوم كل يوم كل يوم صرت نزل حتى اكثر من الانستغرام، فروحوا تابعوني على السناب شات، وححط الصوره كمان تبع البروفايل اليوتيوب ححطها كمان هنيك على السناب شات عشان تبين كبيره وتبين شلون نحن طلعنا كثير كثير حلوين. روحوا تحت بصندوق الوصف تلاقوا رابط السناب شات تبعي. هلا وصلنا وبدنا نبلش نشتري الاغراض. حسون انت قرر اول شيء، شو بدنا اول شغله نشتريها؟ بنجيب حلويات. بوو حلويات، يعني بدك تجيب حلويات بس باللون الاخضر؟ ايه. يا سلام، ونحن نجيب اللون الاحمر. بدك حلويات؟ كوكو. كوكو. في كوكو. شفت عصفور. ليه نجيب حلويات؟ ياي نجيب اللون الاحمر. باللون الاحمر. ايه باللون الاحمر. طيب يلا انطلقوا معناتها. حسون انا وحسون معناتها حنبلش. يلا خذي الكاميرا. يلا انا وحسون حنبلش، بعدين انت ولي ببلشوا. يا رن احنا مستعدين ناخذ كل حلوياتنا هلا بس باللون الاخضر. حسون جهز حاله وجهز اغراضه. حسون مستعد؟ ايه. بس باللون الاخضر لا تنسى، هو بعرف في كثير خيارات بس نحن حناخذ بس باللون الاخضر. ايه. جاهز؟ جاهز. واحد اثنين ثلاثه، ربحنا ها ربحنا. يلا انطلق. نجحنا بالتحدي الاول وشوفي عنا بس كلياته اخضر الحلويات. حسون الله برافو عليك. بوكس 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 برافو عليك. فريقنا هي نقطه لفريقنا هلا. ها ايه هلا جاي دورنا نحن. معناتها يعني ما حد رح يدروا؟ لا ما حد يدروا. انتم ليش ما حد يدروا؟ لا 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 هلا نشوف. يلا انتم جاهزين؟ طيب اعطيني الكاميرا شوف. هلا ها انت وليا، مين بده يختار؟ انت ولا ليا؟ انا وليا. ما بصير انا حسون بس اللي اختار. ما بصير ليا تختار يعني؟ ليا تختاري اكله طيبه؟ مسكرة امها عم تاكل؟ فايتة عم تاكل محل؟ لا عم تاكل تحت امك؟ يا جماعة شكلنا حنطلع ولات المحل هلا. لك ما بصير تاكلي يا بابا لنشتريهم، ما بصير تاكلي. يلا هلا بسيطة هلا بنروح ندفع لهم حق عمري. بس هلا جاهزة انت ولا رح تكسبي التحدي؟ يلا يلا بسرعة بسرعة. يلا 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 يا وليا، واحد اثنين ثلاثة، جاهزة ليا؟ ياي يلا انطلق. Thank you.
لانه كمان احنا جبناه باللون الاحمر. شو حلوين. واو يا سلام. حلوين. واو. ليه لك شو عم تاكلي بابا؟ لسه عم تاكلي؟ ما خلصت. لك لساتها هي نفسها. يي يي يي. طيبه. شو جبتي؟ فرجينا ليه شو اشتريتي؟ اشتريتي انت هلا جبتي من هدول؟ شوفي هدول. هدول لمين؟ ليا. بابا. ليا. ليا. لا مامي مو ليا يعني؟ لا هدول لإلي. والله معنا انا شكلك انت حتقدر تدوقي اي واحدة منهم. يا رأ هلا فتنا للمحل اللي بدنا نجيب منه الاغراض تبعات الخيمة. بهذا المحل لازم كل واحد منا ينقل الاغراض تبع خيمته. انتو يعني باللون الاحمر، نحن باللون الاخضر. شكلك انت اللي حتنقي لإلي ولا إلك؟ لا ليا حتنقي. لازم انت كمان تختاري. قومي وين نمتي؟ قومي. لازم تختار اغراض باللون الاخضر عشان الخيمه تبعنا. ايه جايز. بدنا نعمل الخيمه تبعنا تكون احلى بكثير من الخيمه تبع ماما وليها. ايه صح. اليوم لازم نحن نربح مو مثل هذيك المره. ايه اوكي ماشي. يا رشو انتوا جاهزين؟ جاهزين ونحن اللي راح نربح. لا 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 نحن اللي راح نربح هالمره. ليا وهي حتنا. وهي حتنا. طيب يلا معناتها انتوا تلقوا حالكم نحن عم نتلقى حالنا ننقي اغراض خيمتنا. يا جماعة أنا ما عم لاقي ولا شيء بالمحل باللون الأحمر. شو بدي ساوي؟ ما لقيت غير هون. واو بس لون أبيض مو أحمر. واو شو هي أصلا؟ لقيت هلأ هون ورد. يعني حلو بحق يجيب ورد بعدين؟ يعني في هدول وفي هدول. بس حجيب ورد شو بدي أعمل فيهم يعني؟ قاعد أتفرج عليهم لكو حتى مو حقيقيات. طب كمان شيء الوحيد لقيته أحمر شايفة أنا دوا جلي، فحاستغل الوضع بما انه عن جد ما عندي دواء جلي فحاجيب دواء جلي. هاي اول شغله باللون الاحمر. بالله هذا يطلع معك سهل جلي بس. ما قلت لكم انتم حتخسروا ونحن حنربح لانه احنا شغلاتي باللون الاخضر اكثر بكثير. انت ما اقتنعتي. ليش بتضرب؟ شو بدك فينا؟ ما بصير ما تدخلي. اوكي. واو هاي شغله باللون الاحمر. حسون يا رب وقفوا شوي وقفوا شوي وقفوا شوي. عندي لكم تحدي. شوفوا انا لقيت سياره باللون الاخضر لك حسون. يا رب انت سياره لك باللون الاحمر. لازم تتسابقوا فيهم. اللي بيصل لخط النهايه اول هو اللي بيربح بياخذ نقطه الفريق تبعه زياده. ماشي يلا هون. شوفوا هون حيكون خط النهايه. ماشي ايه وهو وين خط البدايه. يلا خط البدايه لكم. يلا 1 2 3. يلا يلا يا حسون خسرتنا. يا حسون والله يا حسون انت كمان المره خسرتنا. لا خسرتنا يا حسون. خلص ربحتوا نقطه لكم زياده. ربحتوا نقطه لكم زياده حسون. نقطه لكم زياده. هي والله لازم بشغلات ثانيه نشد همتنا مش نرجع نربح عليهم. ها يا جماعة والله العظيم البيت صار مثل بيت المجانين. لك طلع على المنظر. أنا عم يحاولوا يعملوا خيمة. لك يا رشوة شو ما عم تزبط معنا غرفة الخيمة هذيك المرة. أكيد ما عم تزبط. شو هي أي غرفة سرية أي؟ لك أي يعني ما حدا بس حد. خلاص ليا ليا وحسون نايم. لك حسون قديش نايم بالخيمة تبعهم؟ هي مو خيمتنا ليا. لك شو عم تساووا أنتو؟ هي خيمة على أساس يعني يا دوب الواحد يتسطح فيها يا رشوة حتى ما بيقدر يقعد. خلص منا. لا ما بصير لازم يكون غرفة غرفة. طبعا بعرف شلون انتوا عرفتوا شلون كنتوا تعملوها. طيب انا ما بدي احكي لك عن مخططاتنا لان احنا حنخطط
وتشوف الخيمة تبعنا قديش حتكون كتير حلوة. بركة بيتنقل. لا ما في ما بسمح لكم. اوه ثاني ثاني ثاني. اصلا هلا حجيب ليا لحالة تهزمكم. بالله وشلون يعني ليا لحالة تهزمنا؟ انا والله ولا حطلع مواهبي ولا رح اعذب حالي اصلا. هلا بتشوفوا كل النقط رح تصير لنا. ليش شو حتعملي؟ هلا بتشوف. حسون ماما مدري شو عم تفكر تعمل. بدي حول ليا لطباخة. حتحول ليا طباخة هي حتعمل طباخ؟ ما دعنا رح نربح ليا ما بتعرف تطبخ حسون. لا. هلا بتشوفوا ليه جاهزه تصيري طباخه. ايه يا 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 مسكي ياي واو جاهزه ليا ياي يلا مسكي هاي واو لك هذا ولا هذا كمان برافو ياي يلا يلا تفضل ياي ولي ولي حنكب ياي خلصت مهمة الشيف يلا كلي طيبة يا جماعة شوفوا لأن احنا اليوم بالفيديو كلياته كان في حرب طاحنة بين فريقنا أنا وحسون وبين فريق يارا وليا بس بآخر فقرة اضطرينا إنه نحن نوحد جهودنا لأنه ما طلع بإيدنا لا نحن نعمل خيمة ولا هن يعملوا خيمة ما بعرف ليش كانت القصة كان كتير صعبة وما عندنا غلط كافي لا باللون الأحمر ولا باللون الأخضر فطلعت معنا خيمة موحدة يعني شوفوا هاي هي الخيمة اللي طلعت معنا بالأخير غرفة واحدة وموحدة بين اللونين الأحمر والأخضر أوه والله هذا المدخل كتير حلو تبع الغرفة يارا اهلا وسهلا يا سلام هاي لي حسون شو يعني شوف نحن توحدنا نحن ماما وليا على الغرفة بس يعني القسم الاخضر تبعنا احلى ما لا اصلا القسم الاحمر اكثر قصدي لا ما بصير اصلا ليش عم تشرب الكاسه تبعي عم تلعب هاي كاستي ما بصير هذا تبع الفريق الاخضر العاب هون لما انا كل شيء في عنده العاب احمر فما طلع معنا غير هيك كم شغله حمراء وشفنا هون الشيبسات تبعتك والعصير تبعكم وهون في مخده كمان لنا والحيط لنا بالله شو عندكم نحن حسون جوا خيمه بكفي هاي حسون يعني طيب خلاص يعني يا جماعة اكتبوا لنا انتوا رأيكم بالخيمة تبع اليوم بس شوفوا لحالكم شغلة اذا وصل هذا الفيديو لعشرين الف لايك مثل ما حكينا اول شيء بدنا نعمل عن جد غرفة سرية حقيقية ببيتنا ونعيش فيها لمدة 24 ساعة وتكون الغرفة غير لا غرفة وتكون غير كل شيء غرف نحن عملناها قبل وعن جد حتكون بجنن وحنعيش فيها لمدة 24 ساعة معناتها روحوا حطوا لايكات كتير 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 لازم يوصل هذا الفيديو لعشرين الف لايك انا هاد شرط فلازم تحطوا لايكات بسرعة فيا جماعة المهم وصل هذا الفيديو لعشرين الف لايك وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تبع اليوم ويجعل لكل فيديو اشتركوا بالقناة عشان عائلتنا تكبر اذا حبيتونا حطونا لايك كومنت شير وسبسكرايب باي باي قولي باي Go back to my old hometown Picking up the years I leave behind Getting in my car I drive as memories fly by Driving by the fields I